السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا لإبداء آرائكم بشأن ما سنعرض أو بشأن ما لديكم من مواضيع. نبدأ من الفقرة الأولى في فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جدد خريجو الجامعات والمعاهد التربوية في عدد من المدن والمحافظات العراقية تظاهراتهم للمطالبة بتعيينهم وتوفير فرص عمل تناسب كفاءاتهم العلمية. رددوا هتافات ضد المحسوبيات والرشاوة في عمليات التعيين، وأكدوا أن غياب مقياس الكفاءة في الوظائف حال دون حصولهم على فرص العمل. دعونا الآن مشاهدينا نشاهد مجموعة من خريجي الجامعات والمعاهد في محافظة ميسان، وهم يخرجون بمسيرات حاشدة ويتظاهرون أمام مبنى المحافظة للمطالبة بتعيينهم. مشاهدينا الكرام، نبقى مع نفس الموضوع لكن ننتقل من محافظة ميسان إلى محافظة النجف، حيث تظاهر الخريجون غير المحاضرين في محافظة النجف للمطالبة بشمولهم بالعقود وفق قرار 315 وإلغاء الفقرة الخامسة من قرار 130. لنشاهد. دعونا الآن مشاهدينا نتابع بعضا من التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. في أول تعليق لدينا من حسنين يقول: تهميش أصحاب الكفاءات والخريجين من التربويين والإداريين وصمة عار على الحكومة العراقية. خيرات العراق كافية لتغطية الشعب بأكمله، أين حق الخريج؟ طيب، محمد يقول: الثورة هي الحل، لا تترجوا العطف. علي يقول: على الحكومة أن تعي جيدا، إن لم تنصفنا فستقابل بثورة شعبية غاضبة لا تخمد إلا باسترجاع الحقوق، والشعب هو مصدر القرار. باسم يقول: كلنا مظلومين في بلد يفوح بالخيارات. طيب، الآن دعونا ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الفقرة. أثارت تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي خلال زيارته إلى بغداد إلى العراق للمشاركة في أعمال معرض الكتاب الذي جرى افتتاحه من قبل نور المالكي قبل يومين، أثار تصريحه استغرابا بين الأوساط الإعلامية بعد أن تحدث عن الثلث المعطل والأزمة السياسية التي تسبب بها، في إشارة إلى الإطار التنسيقي في العراق. بعد أن التقى قرداحي بنور المالكي رئيس
ائتلاف دولة القانون المنضوية ضمن ما يعرف بالإطار التنسيقي الذي يضم الميليشيات الموالية لإيران، وصف جورج قرداحي خلال مشاركته في برنامج عبر قناة يمتلكها أبو آلاء الولائي أحد زعماء ميليشيات الحشد، وصف العملية السياسية القائمة على المحاصصة في العراق بالأسوأ وفي لبنان كذلك. دعونا نستمع إلى حديثه. هذه الديمقراطية التوافقية اللي درجناها بلبنان ويمكن أنتوا أخذتوها منها طبعا لبنان ما في شك أنه هذا أسوأ نظام سياسي موجود على وجه الأرض. طيب. ما في ديمقراطية توافقية، هذه خارج عن المألوف، خارج عن القاموس السياسي في العالم. أنت لما بتكون في ممارسة ديمقراطية هنالك أكثرية تحكم وهنالك أقلية تعارض، بينما لما بتجي بتخلط الحابل بالنابل وبتقول بين الأكثرية والأقلية بنحكم كلنا سوا، يعني نتقاسم كل خيرات الدولة مثل ما صار بلبنان، ننهب كل خيرات الدولة، ننهب أموال المودعين صحيح. كما حصل في لبنان إن شاء الله ما يصير عندكم نفس الشيء. طيب. لذلك فتش عن العلة، والعلة أعتقد هي في الدستور وفي الدستورين، الدستور اللبناني والدستور العراقي. أعتقد لأنه في تشابه بين الدستورين. يعني أنتم عندكم الثلث الضامن بسمى الثلث المعطل، الثلث المعطل نحن بسمى لا أقوله كلمة فيها من الدبلوماسية سموه الثلث الضامن. زين. إيه بقى هذا في هو نفس الشيء في لبنان سموه الثلث الضامن. ما جماعة أنتم يقولون يعني أنتم هلا ماذا ما الذي يمنع انتخاب رئيس الجمهورية؟ هو الثلث المعطل اللي ما عم بيسمح أنه يكون في ثلثين في مجلس النواب. نفس الشيء في لبنان جاءوا به ليعينهم. دعونا نتابع بعضا من التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. دكتور علي الجابري يقول بالعراقي اجي كحلها عماها، أرادوه عونا ففضح ثلثهم المعطل دون أن يدري. عمي جورج هذا الحكي لا يعجب صديقك نور المالكي، هيك بيزعل منك ها؟ لدينا تغريدة من نادين يقول أو تقول يعني ذولا سياسي العراق فاشلين بكل شيء مع ضحكة طويلة، حتى اللي يجيبوه يمدحهم ينعل والد والديهم. تغريدة لدينا من شامل يقول ربح المليون وفضح ثلثهم المعرقل، أراده صوتا لهم ونسى وأصبح سوطا عليهم. أنمار يقول هذا الرجل يتبع المال أينما كان حتى ولو كان هذا المال قادم من أناس اعتاشوا على دماء الأبرياء. دعونا نستمع إلى ناصر من بغداد. تفضل يا ناصر. مرحبا أستاذ. حياك الله أستاذ محمد. بخصوص التظاهرات اللي قاعد أنه بالمحافظات تطلع، نعم، هذول انصابهم أهمال من قبل الحكومة. حكومة متعمدة حتى أنه تستغلهم. أخاف أنه يطلع واحد بهم عنصر مفيد وكفوء ويقدم خدمات في الوطن، فيريدون يكفحون. عملية الكبح شلون تصير؟ أنه يعثروه بمستقبله، يخلوه مستقبله مجهول. هذه الحالة أستاذ مستديمة، مش بالحالة في الحالة آنية حتى واحد يعالجه. نعم. هم يردون يستغلون الشعب على أي طريقة. تدري هذا طالب وشاب وعنده كفاءة وعقله نير، يردون يكفوه كبح حتى ما يخلوا انه البلد يتطور. نعم. ولذلك صارت عندهم عملية اهمال من قبل الحكومة بخصوص ولا المتظاهرين متعمدة. غايتهم استغلالهم. فاحنا اللي نتمناه كشعب عراقي الجهات الوطنية اذا اكو جهات وطنية تدعم هؤلاء، تدعمهم لان البلد تحتاج الى خدمات. يعني كثير من المؤسسات صحية او تعليمية او غير جهات يقولون عندنا احنا نقص بما موجود. من هذا يقدر تستثمرون فيردون يعمدوهم في سبيل يخلون البلد غير كامل غير مكتمل. ناصر الطاقة. ناصر اليوم اكو ترهل بالمؤسسات الحكومية. اليوم موجود بالعراق عدد فائض عن الحاجة من الموظفين الحكوميين. العراق نسبة إلى تعداده السكاني واحد من البلدان التي تملك الكثير من الموظفين وهي لا تحتاجهم. ليش مدى يصير أكو توزيع للخريجين على الشركات الخاصة، على المشاريع الاستثمارية الأجنبية؟ ليش ما يكون أكو استثمار للخريج العراقي بشركات النفط الأجنبية بدل ما يستقدمون عمالة أجنبية
من دول أخرى وتاركين ابن البلد على الرصيف. أستاذ محمد هم يردون يستذلهم. نعم. الطائر مكتظة بكبار السن. هم تحت التعيينات على الأحزاب فقط. أستاذ محمد والله العظيم البارحة واحد على دائرة عسكرية تقدم إلقاء البارحة. غادوا من عنده 60 ورقة البارحة هذا الحجم البارحة. نعم. والله العظيم فهم يردون يستخدمون الأحزاب اللي كان حتى يستفادون من عنده صوته قلاعة. نعم. لكن هذول طيب. الخريجين اللي تحضرون أغلبهم يعني الناس ما مرتبطين بأحزاب. فهي قد يجوز بقين ماديا لكن ما مرتبطين بأحزاب. فهم يردون يخلون الوظائف في الأحزاب حتى المنفذ لهم وين؟ للصعود للانتخابات. احنا هاي ما نقبلناها. قاعد يزيدون عناصر غير كفو او غير مؤهله بدوائر الدوله. شكرا شكرا يا ناصر من بغداد اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه. ويانا ابو عبد الله من اربيل تفضل يا ابو عبد الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احييك واحيي المشاهدين. حياك الله. والله السبب بالنسبه لهالموضوع هذا هو هاي الاحزاب الموجوده بالعراق عموما يعني ككل. بالاخص عندهم فصائل مسلحه او ميليشيات مثل ما يقولون. انا احكي لك على حجه غير طبعا صارت بكردستان يمنا انا من اربيل طبعا اتكلم معك. بال 94 طبعا صار اقتتال بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني. طبعا كل شغل ما خلوا بالسوق كله بربيل كلها. طيب. ليش؟ على مدة العالم ما عنده شغل. طيب طوع وين؟ لو بالحزب الديمقراطي المسلح لو بالاتحاد الوطني. طبعا واحده من كلمات المرحوم مام جلال كان يقول ايش قد ما عندك يصير شهداء انت مؤيديك يكونون اكثر. طبعا طيب انت تقصد يعني بهذا الكلام انه من يحكمون في بغداد يديرون الموضوع بنفس العقليه انه يظلون يثيرون ازمات ومشاكل وحروب واقتتال بالعراق حتى يظل المواطن يلجأ للتطوع بالأجهزة الأمنية وعد الميليشيات وما يتعين بشهادته. صحيح بالضبط. أغلبهم إذا تتبعهم ماذا تسمعني دولا؟ أسمعك نعم. أغلب الميليشيات من سمي أحد الميليشيات أي فصائل المقاومة أي اللي يقولون عليها. نعم. حتى فصائل المقاومة طبعا هذول عندهم عوائل ولازم يعيشوهم طبعا محتاجين ارزاق ومصاريف ودكتور ومدرسه وشغلات لما يتطوعوا. نعم. حتى معينيهم يعني على ملاكات او فضائيين فيستلمون الراتب من الحكومه ينطوها الهل من الشارع هذا اللي يشتغل تحت امرتهم. احنا طبنا من 94 استاسفنا على 96 ابو عبد الله بس سؤال اختم وياك بال الاتصال المقاومه. ذول بين قوسين نخليهم فصائل المقاومه حموا اربيل من الصواريخ الايرانيه. هم ضربوها. نعم هم ضربوها. اشكرك يا ابو عبد الله من اربيل. بحسب حيدر العبادي وبحسب نواب في البرلمان يؤكدون أن هذه الميليشيات التي تسمى الحشد فيها أكثر من ضعف عددها الحقيقي عناصر وهمية. يتقاضى زعماء هذه الميليشيات والقيادات التي تسير هذه الميليشيات أموالا من الدولة يأخذونها على أساس أنها رواتب لمنتسبين، ولكن واقع الحال يقول بأن فقط من ينتسبون حقيقة إلى هذه الميليشيات بحدود 80,000، لكن هم مسجلون على الورق أكثر من 160,000 عنصر مقاتل ومنتمي إلى هذه الميليشيات. تعالوا معنا مشاهدينا الكرام نكمل الحديث في هذه الحلقة، وعدنا ضمن الفقرة الأولى مقطع آخر ننتقل إلى موضوع آخر، أزمة التلوث البيئي في محافظة البصرة. أزمة مستمرة منذ سنوات، أسباب عدة، الآبار النفطية سبب، الغاز المحترق سبب، أدت هذه الأسباب إلى إصابة عدد ليس قليلا في المحافظة بأمراض سرطانية، بالإضافة إلى طفح المجاري والمياه الآسنة في الأحياء السكنية أيضا تسبب بالعديد من الأمراض للأهالي. رغم استمرار مناشدات الأهالي لكن دون جدوى
ولا حلول، حيث تكتفي الحكومة بالوعود لكن دون نتائج حقيقية. ناشط من محافظة البصرة رصد طفح مجاري أو مياه المجاري في شوارع منطقة التنومة، وقال إن المسؤول في قضاء شط العرب ليس لديه أي حلول للمعالجة. دعونا نشاهد. قضاء شط العرب من دون الزراعة، طبعا هذا الشارع قبل سنة أنا اجيت صورته ونشرت المقطع، والنوب اجيت هسه قبل 3 أشهر أو شهرين أيضا صورته ونفس المعاناة. تكرمون هاي مياه المجاري جاي تتجمع في هذا الشارع وماكو أي حلول في الأفق تلوح. يعني المن الناشي سؤال، وين المسؤولين في قضاء شط العرب؟ هذا هل هو تقصير إهمال ما يدرون بالقضية؟ علما أن هذه الشوارع ترى هذا بابا الشارع جوا هذا تكرمون المياه الآسنة قربوا هنا، هاي أكو بابا شارع صب يعني كونكريت زين. شنو المشكلة اللي تتجمع المياه الآسنة والمجاري؟ شنو المشكلة؟ أريد نفتهم شنو المشكلة عمي؟ يعني قصة مجاري جاي تتجمع ما تقدرون ها؟ خليني نفتهم شنو هاي المعضلة؟ شنو هاي المعضلة اللي ما جاي تنحل؟ صار لها سنين العالم عايشة بهاي المستنقعات، هاي منطقة كاملة اللي هي اسمها دور الزراعة جاي تعاني هاي الناس. إلى متى تبقى معاناة المواطنين في قضاء شط العرب؟ شوف هاي صور لهاي الحاوية، شوفوا هذا وهذا المنظر تعبان. إلى متى تبقى الناس تفكر؟ علما هذا مركز امتحاني، شوفوا هذا مركز امتحان الصف السادس الابتدائي بكالوريا مدرسة ملتقى الرافدين، هذا باب المركز الامتحاني مدرسة ابتدائية ملتقى الرافدين. ليش هيك هالشكل؟ ليش دولة مو طلابنا وابنائنا؟ زين هذه المشكلة ما لها حل، هاي المشكلة ما لها حل، هاي المعضلة الكبيرة جدا ما لها حل. شارع ما بي مجاري، ما بي مجرى أسوي المجاري مالته، يعني ما معقول الحوضيات بين يومين أو 3 أيام تيجي تسحب المياه المجاري، ما معقولة، ترى هذا مو عمل دولة. استمر مشاهدينا الكرام مع ملف التلوث البيئي، وننتقل إلى مقطع آخر أيضا في محافظة البصرة. متضررون من التلوث البيئي والأمراض السرطانية في منطقة نهران عمر شمالية البصرة طالبوا المحافظ أسعد العيداني بتوفير فرص عمل لأبنائهم لكونهم من المتضررين بالأمراض والأوبئة التي تسببها الحقول النفطية، بعد أن قرر المحافظ تخصيص درجات وظيفية للمتضررين بهذه الأمراض لكن لم يحصلوا على أي شيء. دعونا نستمع لهم. أول شيء احنا الناس المتضررين بالتلوث البيئة النفطية اللي مجاور بنهران عمر الملاصق، أنا ضياء كلش من جوار النفط ومتضرر بالأمراض السرطانية، وأريد أناشد مقابلته بهاي التعيينات الجديدة اللي حثت وتعينه وأكثر من عن طريق القرعة وما طلع لا ابني ولا أي واحد بهاي أمراض السرطانية. فالناشد السيد المحافظ مقابلته، وأنا أزيد شيء متضرر نهران عمر. أمراض سرطانية هي موجودة، يعني موجودة تقارير الدكتور رافد موجودة عنده ونقلوها كلها ودوها للمحافظة ودوها للوحدة الأورام. تعيينات إجا عن طريق الدير وقالوا يا بمؤسسة الشهداء سحبة وقرعة طلعوا 10. أنا اللي ما أي تعيين ما صار، أنا أزيد شيء متضرر والتلوث البيئة 100% اللي صاير عندنا موجودة هنا. أنا أول واحد متضرر متوفى ابني بالأمراض السرطانية. مشاهدينا الكرام، قد تلاحظون هنا عطش العراق هو وسم اخترناه لهذا الملف، فالآن نربط الوسم مع هذا المقطع. شهدت السنوات الأخيرة انحسارا كبيرا في مياه نهري دجلة والفرات، ما انعكس على مناسيب هذا النهر الذي يمثل، أو نهر دجلة تحديدا، الذي يمثل جزءا مهما من تاريخ وحضارة العراق والعراقيين. ناشط من بغداد حذر من كارثة حقيقية تهدد العراق جراء جفاف نهر دجلة، بعد أن وصل منسوب المياه لمستويات تنذر بالخطر، وأيضا هو طالب بتحرك سريع لحل هذه الكارثة. لنشاهد. الفترة كلش بسيطة، إذا ما صار اكو حل والله العظيم والله العظيم هذا كله ينتهي. زين هذا جسر الجمهورية، خاف يعني قاعد أكذب عليكم أو شيء، باعوا كله تراب
نهر دجلة يعني شيء كلش يخوف والله العظيم. إذا ما نسوي حل وإذا ما نلقى أي حل زين نهر دجلة راح ينتهي راح يموت والله العظيم. زين لازم لازم نسوي فد حل نسوي فد خطة. زين زين بح إذا بقينا بهاي الطريقة زين وبقت الدول مانعة علينا المي فترة كلش بسيطة صدقوني نهر دجلة راح يصير عبارة عن ساحة. زين ولا سامح الله أمين راح يجي يوم إذا هذا طبعا يعني أخذوا كلامي راح يجي يوم إذا لا سامح الله بقينا على هذا الحال راح يقسموها وسووها بنايات. زين ونهر دجلة فقط نسمعه بالجغرافيا وذكرى التاريخ زين وما نشوفه هذا راح يصير مجرد كلها بنايات بقى. تصحر شيء مو طبيعي هذا ان شاء الله كلش الخوف والله العظيم انا حيل مضايق ومصدوم اول ما دخلت. زين بدايه يعني من دا اشوف قبل ما ابدي اصور قلت معقوله يعني انا بحلم لو بعلم والله العظيم ان شاء الله تخوف بقى. هذا النهر دجلة المي كان يوصل هناك هذا هناك هناك ساي بالنص بقى. بعد المسافه مشيت تقريبا يعني المسافة كلش 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 بعيدة يعني 40% من النهر صار تراب. هاي قدام تشوفون هذا هذا المفروض نهر يعني احنا موجودين بهذا المكان المفروض دا نسبح يعني مو دا نمشي دا نسبح. زين هذا النهر دجلة الباقي منه هذا تشوفوه هذا الباقي من نهر دجلة بس. زين صحراء الدنقة الثالثة وصل التصحر للدنقة الثالثة. دعونا نتابع بعضا من التعليقات سريعا قبل أن ننتقل إلى الاتصالات. مشاهدينا الكرام مروة تقول عادي كلش عادي لا تستغربون هو العراق صار للأسوأ شنو الغريب بالموضوع بعد كم سنة حتى الهواء يمنعوه علينا. عبد الرحمن يقول أصلا العراق إذا بقى على هذا الوضع مستقبلا حيصير جفاف وتصير هجرات كبيرة من العراق وأراضي العراق المليئة بالثروات قد لا تساوي شيئا مقابل شحة المياه والجفاف فيها. قصي يقول شيء مخيف والأكثر منها التواطؤ من قبل حكومتنا. وأسامة يقول كل اللي دي يصير هو سببها الحكومة ملتهين يتعاركون على الكعكة. خالد من كربلاء تفضل يا خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خويا كل هذه المعاناة ما تعاني بها أهل البصرة ومدن ومحافظات نعم الميليشيات والاحزاب اللي جاءت من ايران بعد الاحتلال زين نعم. ولا هذه نعم. هم سبب المحنات سبب السرقات اللي صارت وما زال تصير وحتى في المستقبل تصير بسبب هذه الميليشيات ها يعني نعم الله وكيلك اي واليه للاحزاب اللي دمرت العراق ونهبت العراق كل هاي الاحزاب المواليه الى ايران اضافه حتى الجيش الحكومي تعاون مع الميليشيات على ارتكاب نعم انتهاكات والتهجير بحق عده محافظات شماليه شمال العراق نعم وخاصه في السنوات السابقه. وهذه الميليشيات المدعومه من هذه الاحزاب ومدعومة من رجال الدين رجال نعم. الفساد العفو عن رجال الدين رجال الفساد رجال الرذيلة وعلى رأسهم ميليشيات مقتل الصدر التافه بدون نعم. تجاوز أبو سيد خالد خالد نعم انتقد سياسات وتصرفات لكن دون أن تشتم أحد لو سمحت. نعم تفضل أنا بس أريد منك تعليق أريد منك تعليق على نعم الجفاف هسه هذا المقطع ضمن ملف التلوث اللي حضرتك تفضل تعلق عليه. اليوم احد العراقيين واصل الى ثلث نهر دجله مشي جفاف وخطر حقيقي على حياه الناس وعلى الزراعه وعلى الثروه السمكيه وعلى النباتات وعلى الانسان اهم من كل شيء. اليوم شلون تشوف تعامل هاي الحكومه ويا هذا الملف الخطير؟ شو ماكو تحرك ماكو تحرك دولي ماكو تحرك اقليمي حتى يرجعون او ياخذون حصص العراق؟ والله العظيم يا اخويا كل هذه انقطاع هذا الماي هسه
في ناري جزر فرات تلف هذه الحكومات هاي. نعم. هي هذا شعب كذا في بأحزاب يعني. نعم. بأحزاب بميليشياته هي تريد هذا العراق. ولو أراد الفائدة الشعب العراقي ما ارتكبت كل هذا الجرم، يعني ليس بس انقطاع الماء، التصرف على الأراضي الزراعية، العواصف الترابية، غيرها من جهاز بسبب هذه الحكومات، طيب. بسبب كل هذه الحكومات اللي هي بسبب هذه الأزمات والمشاكل وغيرها. شكرا يا خالد، شكرا جزيلا، وصلت الفكرة، أشكرك من أربيل، من كربلاء عفوا، ويانا أبو ستار من بغداد، تفضل يا أبو ستار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك عيوني؟ حياك الله أبو ستار، أهلا وسهلا. الله يرضى عنك. الله يسلمك. يابا احنا بس أهم شيء الأحزاب باقية، هذا كل الكافي علينا. شنو فائدة هاي الميليشيات؟ هاي الميليشيات اللي دمرت البلد، رملت النساء، كتمت الأطفال. نعم. هذا اللي كافي علينا احنا بعد، ما نحتاج أي شيء بعد. اليوم أبو ستار على حكي على طار الميليشيات، اليوم المواقع اللي تابعة للأحزاب، الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي دا تنعى قيادي إيراني انقتل، تم اغتياله في طهران، ودا يوصفوه بهذا الشهيد وهذا المادري منه. طيب ليش هذه الصفحات وهذه القنوات وهذه المواقع ليش ما تقول يا جماعة العراق حيموت من العطش، يا جماعة ترى أكو خطر على حياة الناس، يا جماعة ترى أكو تلوث، أكو مشاكل، ماكو وظائف، هاي ليش ما يذكروها؟ رايحين على قيادي تم اغتياله بإيران، هو سفك دماء أبناء سوريا مقهورين عليه، يقولون عليه شهيد. الله. والله يا أبا صحيح حجيك، بس أيني هذول اللي عندهم إيراني هم؟ نعم كلهم إيرانيين دولة، فماكو داعي هذول، طبعا ما لهم شغلة بالعراق. هم دول اللي يحررون العراق ويكون أغراض مال مصر بيجي وغير بيجي. نعم. منين دولة؟ منين جونا؟ ما تقول لي أنت سمعان بعمرك واحد يبوق بيته؟ هل هذا هو بيتهم فعلا؟ لا مو بيتهم، لو بيتهم ما يبقوا من غرابة. نعم. يعني هذول دخلاء على الوطن. نعم. هذول أمهم وأبوهم إيران وابتلى بهم العراق والله كريم، نسأل الله يخلصنا من هالمل إن شاء الله. شكرا يا أبو ستار من بغداد، أشكر حضرتك. ويانا أبو ياسين من بغداد، تفضل يا أبو ياسين. تحياتي لك أخوي لقناة الراسلين. حياك الله أخي. أول موضوعك على طلاب الكليات، أخي هذا طالب الكلية هم يعرفون، هم ترى يفتهمون مواهب هذول الحكومات. يقول لك هذا الطالب من راح يعلى، هذا لو يصير مهندس، لو يصير طبيب، لو يصير مهندس زراعي، لو يتفرع يعني لإفادة البلد. فأخي هم ما يريدون هذا الشيء، هم جايين من 2003 اجوا على الدبابة، وشيء اجى من الفرس المدود، هم لإطاحة البلد، فهم شلون يريدون يعني. هاي وحدة. اثنين أخي بالنسبة للمياه، أنا متأكد، متأكد وروح الوطنية تقول لي الميليشيات كلهم متفقين مع إيران وتركيا، والله جنن. بس يلا تعرفون، ها راح أروح لأوكرانيا، ها راح أروح، هذا مو بلدكم، هذا بلدكم انتم طيحتوا حظه صار 20 سنه، لا مي، لا كهرباء، لا زراعه، لا زراعه، النخيل هذا مقطم، هذا مال الدوره مال بؤيته، شوف عبالك يعني شلون الجثث، والله حرامات. هاي الدوره هاي. نعم. تدري ابو ياسين، على طار النخيل على طار النخيل اكو دراسه تم اصدارها مؤخرا تقول كل مواطن عراقي يحتاج ينزرع قدامه 30 نخله، دولة مين حيجيبون؟ هل حيزرعون؟ لا أخي كل الأرض. أخي قلت لك البؤيتة روح شوفها، والله اليوم في تتميمة، والله بكيت عليها. والله شلون صار، شلون البذور هاي البؤيتة اللي تخبل هاي كلها قطعوها، ترى يبنوها بيوت، كلها راح يوزعوها خمسينات. فأخي بالمي أخي والله متفقين، هم متفقين على إطاحة هذا العراق، على مود إيران تظل شو تسوي، تتعطف علينا. شلون الرجل القوي يشبقونه بالزناجيب ويظل واحد يتعطف عليه. سؤال ابو ياسين اريد اسال حضرتك بخصوص الموضوع اللي علقت عليه في البدايه اللي هو الخريجين. انت تقول انه هؤلاء الذين يحكمون ما يقبلون انه يكون اكو طبيب واكو مهندس واكو عالم في العراق، لانه هم ما يريدون نهضه هذا البلد.
ذول الشباب اللي دي يتخرجون ما فاهمين هذه الفكرة، ليش بعدهم دي يستمرون يطالبون بأشياء جانبية ثانوية وهم يعلمون جيدا أنه حتى لو تم تعيينهم حيظلون عايشين بهذه البؤرة الفاسدة اللي دا تحكمهم، اللي هي ما تمشي إلا بالرشوة وما تمشي إلا بالمحاصصة وما تمشي إلا بالنظام العشائري أو النظام الحزبي، إذا ما عندك ظهر تنضرب على بطنك. ليش ما يفكرون بعض العراقيين لا تزال نظرتهم محدودة أنه أنا بالله إذا أخذت وظيفة أو حصلت على شوية كهرباء خلاص حياتي هيك حتصير سعيدة؟ وين النظرة الأبعد؟ أخي مو هو يقول لك أنا يعني بكي، يعني يقول لك أنا وصلت بالدراسة، يعني ليش الهل هذا وسدوا الباب علي؟ نعم. يقول لك بكي في بلدي حتى لو فوقي ليحكموني الاحتلال. يقول لك بكي يعني وهم حتى قضية يعني تعب بالدراسة مالته والسهر. حتى بعدين من يحصل على الوظيفة؟ حتى من يحصل على الوظيفة؟ يلقى يما واحد جاي بالواسطة وما يقدر يحكي وياه، يلقى يما أو بالشارع يمشي يلقى ميليشيا ممكن تخطفه أو تطق عبوة ناسي في يمه، يلقى بالمستشفيات ماكو علاج وماكو دواء، هل معقولة هو هذا الحل؟ أخي مو قلت لك هو يقول بك يعني لما أوصل هي حكومة أظل إن شاء الله ما أظل، يقول لك بك تجي حكومة وطنية إن شاء الله تجي حكومة وطنية. فهم دولة مثل ما يقول شلون المقاطير، هو الشيء الرئيس هو اللي يقود هو اللي يوجه، فيقول لك من تجي حكومة وطنية بلك الله. طيب. يعني هيك هدفهم هم الناس. نعم. أنا أشكر حضرتك سيد أبو ياسين من بغداد، شكرا جزيلا لك. الحكومة الوطنية ما راح تيجي بس بالدعاء، الثقة بالله كبيرة إن شاء الله، لكن رب العالمين يأمر الإنسان بالسعي حتى يحصل على ما يريد. هو نعم كل شيء مكتوب، لكن أيضا رب العالمين وصل الإنسان بالتعب والاجتهاد والسعي في سبيل أن يحصل على ما يريد. الإنسان خوما يظل قاعد ببيته ويدعي بل تجي حكومة وطنية. تعالوا مشاهدينا نكمل الفقرة الأولى. طبعا هذه الأزمة وهذه الظاهرة ليست في العراق فقط، لنكون منصفين حقيقة، هي موجودة في كثير من البلدان. دولة قريبة من العراق تركيا فيها أزمة الكلاب السائبة، لكن هذه الأزمة موجودة في العراق. على الأقل في تركيا مثلا هناك ملاجئ، هناك أماكن تحجز بها هذه الكلاب، هناك نظام لتتبع هذه الكلاب عن طريق أقراص تقرص في أذن هذه الكلاب السائبة، هناك متابعة من البلديات، هناك نظام. طبعا ليس فقط في تركيا، في الدول العربية المحيطة بنا الدول المحترمة، في العراق سائبة. هذه الظاهرة تؤرق حياة السكان المدن العراقية، حيث باتت تمثل مصدر خطر حقيقي على الأهالي والأطفال خصوصا خلال ذهابهم وعودتهم من وإلى المدرسة. هذه الظاهرة استفحلت في السنوات الأخيرة بسبب غياب الدور الحكومي من هيئات ومنظمات مختصة مسؤولة عن مكافحتها، لكونها تعتبر مصدرا يهدد حياة العراقيين، بالإضافة إلى أنها تنقل الأمراض الخطيرة التي قد تتسبب بالوفاة. رغم كل المناشدات من المواطنين المتكررة، لكن دون حلول حقيقية على أرض الواقع. في هذا المقطع مجموعة من اللقطات التي وثقتها كاميرات مراقبة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد وبعض المدن العراقية الأخرى، لكلاب سائبة أجلكم الله تلاحق الأطفال وتنشر الذعر بين الأهالي، لنشاهد. ولك ثاني طلعت انا اركب يركب البابا لكن انا غايبين. دعونا الآن مشاهدينا الكرام نتابع بعضا من التعليقات التي وردت بشأن هذا
الموضوع. أبو عمر يقول: لذلك يجب القضاء على الكلاب السائبة لأنها مصدر أذى وضرر للناس خصوصا الأطفال، وعلى بلدية كل منطقة تحرك للتخلص منها، إما قتلها أو جمعها ورميها في مناطق بعيدة جدا عن الناس. شمس تقول: ضروري جدا إبعادهم من منطقة المدارس والبيوت، ويجب أن تكون حملة من قبل الدولة. بس الدولة هي صايرة سائبة، وين تروح الشعب؟ وين تروح يا الشعب؟ ربي لطفك بالشعب اللي بلا راعي انت راعيها. وفي تعليق من عبد الجبار يقول: احنا مو عندنا قائم مقام وحكومة محلية وقطاع صحي، وجهوا له هذا الفيديو. لو بنته يقبل هيك لو تروح بالتاهو على المدرسة؟ سؤال يوجه الى قائم المقام والحكومات المحلية والموظفين بها واهالي القطاع الصحي. عمر يقول: وين الصحة والسلامة والبيطرة؟ ما يخلصون منها لو بس سرقة المال العام. سؤال بريء يوجه مواطن عراقي. دعونا الآن مشاهدينا ننتقل إلى الفقرة الثانية. خدمة أنت ترى هي خدمة تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم مشاهدينا الكرام. بإمكانكم أن ترسلوا من خلالها كل ما لديكم من مقاطع مصورة، صور، أي شيء تريدون عرضه عبر شاشتنا، وسنقوم طبعا بعرضه وفق الأهمية. وردنا عبر خدمة أنت ترى مقطع لمجموعة من الفلاحين والمزارعين في محافظة بابل، يتحدثون عن بدء موسم الحصاد للحنطة والشعير، ويطالبون من خلال القناة بدعم الفلاح بإيصال صوته وبدعم عملية التسويق. بالإضافة إلى ذلك يقولون أن هناك ارتفاع بأسعار السماد الذي وصل سعره إلى 1,000,000 دينار عراقي، ويناشدون من خلال قناتنا إلى النظر إلى المعاناة التي يواجهونها، لعل وعسى أن يستجيب لهم أحد من لديه السلطة. دعونا نستمع. بالنسبة لأيام الحصاد عندنا فرحة، والفرحة الثانية بزيادة سعر المحصول الحنطة، بس إحنا نطمح للأكثر بالنسبة للسماد، بالنسبة يشوفونا شغلة المي اللي جاي نعاني منها بصورة مو طبيعية. وبالنسبة للسماد، السماد سعره يضاهي سعر الحنطة بثلاث أضعاف، يعني طن 1,800,000 و 1,900,000 دار، والأبيض 1,300,000 و 1,400,000. زي الفلاح شو يقدر بعد يفلح؟ شو يقدر يشتغل؟ أنا حتى ما قدرنا نشتري سماد، لأن السماد كلش غالي، بمليونين الطن و1,800,000، يعني شو يسوي للدونم؟ والدولة تعطينا 5 كيلوات، 5 كيلوات شو يسوي؟ يعني دا يضحكون علينا، يضحكون على نفسهم، ما أعرف وين الدعم. وهسه الدولة تريد من عندنا تعال سوقوا للدولة. زين احنا شو نسوق للدولة وهذه الأسعار؟ أسعار كل يعني، وحتى طعام ما أكو السنة، يعني بذور ما أكو، كلش قليلة نسبة، ما حزرع الفلاليح، ما حزرعت السايلوات السنة فارغة، السايلو الحلة فارغ ما عليه، كل سنة شقد 3 أيام و4 أيام يلا يوصل السرة، السنة فارغ رأسا، تروح وتجي لأن ما أكو طعام، ما أكل بذور السنة، الفلاليح كلها ما زرعت. فلاح بحاجة للكيمياوي، طن الكيمياوي تجاوز 1,400,000، وطن الحنطة مهما كان ما يوصل إلى 800,000 حتى لو كان الاستلام مباشر. أما إذا الفلاح اضطر إلى أن يشتري الكيمياوي بالآجل فهذه مشكلة أخرى، لأن تحميل يصير عليه، وهذه المشكلة. خفض الإنتاج أو هبوط الإنتاج سبب عدم وجود حوار بين الدولة والفلاح. لحد الآن أي حوار، الدولة نعتبرها الآن، أنا مزارع أعتقد أن الدولة سلطة أمنية، يعني تيجي تنفذ، تغلق نهر، توقف تسليم إلى آخره. الدولة إذا ما تدخل حوار ويا الفلاح وتكون العملية متكاملة، هذه مو دولة فلاح. مشاهدينا الكرام، ليست هذه المشكلة فقط، المشكلة الآن أن هناك حملات ممنهجة مع اقتراب موسم الحصاد، بدء موسم الحصاد، عمليات إحراق متعمد في مناطق مختلفة من العراق لمحصولي الحنطة والشعير كما حدث في السنوات السابقة. كل ما يجي هذا الموسم كل ما تبدأ عمليات الإحراق، والحكومة تتفرج وتنسبها ضد مجهول. أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أستاذ العزيز، البرنامج مصيش، أنا مو قدام التلفزيون هسه. أبو عبد الله، أنت حضرتك مزارع؟ رحم الله والديك.
اهلا وسهلا. حضرتك مزارع يا ابو عبد الله؟ نعم مزارع. اي نعم. هسه المقطع اللي عرضناه من محافظه بابل لفلاحين ومزارعين دي يحصدون موسمهم من الحنطه والشعير، دي يقولون اليوم السماد دي يوصل سعره للمليون ومليون وربع، في حين انه الحنطه الطن اذا نبيعه ب 800 الف ما يوصل. دي يسالون عن الدعم، اعطينا رايك بهذا الموضوع. استاذ العزيز انا الطن الكيماوي هسه وصل نعم مليون وربع. مليون ونص. مليونين ونص مو مليون وربع. مليونين ونص. مليونين ونص. انا ماخذه مليونين ونص الطن هسه موجود الكيماوي مليونين ونص. يعني قد يكون الشخص قد يكون المتحدث غلطان لو هي تختلف الاسعار. لا مو غلط، العفو حيشا هو مو غلطان، اكو نوعيه مو زينه. نعم نوعيات. طيب انت مشتري بمليونين ونص. نعم مليونين ونص عندك السابق السعودي والاردني. طيب موجود بالسوق هسه حاليا بالسوق. نعم. يعني انت من يقول لك وزارة الزراعة ما تقدر تجيب. زين هذا من عين يجي؟ بيش دا تبيع طن الحنطة؟ بيش ينباع مو بيش دا تبيع؟ بيش ينباع؟ بيش ينباع؟ انت قول ايش قد جابت تستلم فلوس الحنطة؟ على رأي أحد الأخوة بالفيديو، إذا تم البيع بشكل مباشر، هاي إذا بعت بشكل مباشر، بيش ممكن ينباع؟ ينباع خلينا نقول تاخذها ب 850 قام يطلع رفض ما ادري شو طلع، لان هاي اصابات تعلموا على البوق. وقف قدام حسين الله كانت درجه اولى درجه. اليوم اليوم ايش قد يجيكم دعم من السماد الماده الكيميائيه؟ يجينا دعم؟ اذا يجيكم ايش قد؟ نعم يعني هسه يجينا دعم بهالوقت؟ اي انطونا هذا انطوني عدونا واس ماس كيماوي عدونا مش قد انطوكم من خمس انطونا ابو عبد الله ودونا من ياكل كيلو. ابو عبد الله انت ذكرت في الحلقه السابقه انه انطوكم عدونا 50 5 كيلو او 50 كيلو اعتقد قلت لي. ابو عبد الله ما واضح الصوت ويا ابو عبد الله، انا اشكرك، لكن الفكره العامه انه ابو عبد الله يقول بانه لا يوجد دعم، السماد غالي، لانه لو السماد كان متوفر ما راح اشترى الفلاح ولا المزارع، لو الدوله تدعم وتخفض الاسعار كان غنى الفلاح عن الشكوى وعن الحديث بهذا الموضوع، لكن ماكو للاسف دعم. دعونا نتابع الوسم مشاهدينا الكرام. الفقرة الأخيرة لدينا، تفاعل مغردون عراقيون في منصة تويتر مع وسم تشجير المدن، وذلك للحد من خطر التصحر بعدما غمرت الأتربة المدن من جراء العواصف الترابية التي ضربت العراق خلال الأيام الماضية والتي لا تزال مستمرة بسبب قلة الغطاء النباتي والأحزمة الخضراء بعد فشل الحكومة من الحد من ظاهرة التصحر والجفاف وإجراء اللازم، بالإضافة إلى دعم الزراعة وإعطاء أهمية لهذا الملف لم تقم بأي من هذه الإجراءات. دعونا نتابع. مصطفى يقول: من تروح لأطراف بغداد راح تشوف بشكل واضح الضرر الكبير بحق الأشجار والمناطق الزراعية وسبب الوضع البيئي الحالي بالعراق. تغريدة لدينا من سمارة تقول: أين كحل عين العراق؟ أين اختفت ملايين الأشجار بساتين النخيل وكانت مثل عقد أخضر تطوق جيد الوطن؟ لماذا قطع الأوغاد أعناق النخيل؟ اسأل نفسك ماذا أبقى لك لصوص العصر وخوانة البلاد؟ إنهم يقطعون عنك سبيل كل شيء وحتى الهواء. تغريدة لدينا من نور تقول: موضوع التلوث البيئي في العراق مستحيل ينحل بدعوة أبناء الشعب لزرع شجرة، الموضوع أكبر من هيك، ولازم الدولة هي تكون المسؤول الأول والأخير عن الكوارث البيئية اللي منتظرتنا. أقدر كل المحاولات والجهد المبذول، وبنفس الوقت أنقهر على الأمل بالتطوع اللي ما راح يوفر أي حلول. آخر تغريدة مشاهدينا من آلاء حسين تقول:
العواصف الرملية وارتفاع درجات الحرارة في العراق خير برهان على الفساد بمشاريع الأحزمة الخضراء في العراق، وكشفت حقيقة شعارات وهمية للأحزاب السياسية. ويطلع واحد مثل هادي العامري يقول لك أعداء الحسين ما خلونا نبني. بهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.